أدى عضو مؤتمر الحوار الوطني يحيى دويد أن معارضة المؤتمر الشعبي العام للوثيقة قبيل إصدار بيان هيئة رئاسة الحوار كانت من مواقفه الثابتة والوطنية، كون الوثيقة قبل التعديلات تؤسس للنزاع وفقا لتعبيره. الأربع النقاط هذه راها واحد منها مختصرة في الشكل، نستطيع أن نتحدث عنها لساعات في الموضوع. أولا أكدت على الحفاظ على وحدة اليمن، وهي واحد من الثوابت التي كنا نرفض أن يتم المساس بها. أكدت على وحدة اليمن حاليا في كل ما سينتجه مؤتمر الحوار الوطني، صحيح، وأكدت على القضاء على أي نزاعات انفصالية تمس وحدة اليمن مستقبلا. أكدت على المواطنة المتساوية، وهذه أحد النقاط الجوهرية اللي كنا نعترض عليها. أكدت على عدم التأسيس الجهوي أو الطائفي أو المذهبي أو الكذا على الإطلاق، تمام، في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأشار دويد في مقابلة مع برنامج ساعة زمن يبث الساعة 9:30 الليلة أن الوثيقة كانت تؤسس لتوزيع السلطات بين المركز والإقليم ولا تؤسس لدولة قوية. الملاحظات كثيرة، طبعا لعل من أبرزها موضوع مثلا موضوع توزيع السلطات بين المركز وبين الأقاليم أو الولايات. التوزيع هذا كان يعطي حقوق متساوية وتشاركية في السلطة في كل المستويات. هذا الكلام لا يؤسس لدولة قوية في المركز على الإطلاق. احنا نعرف انه احنا نعيش وضع هش بشكل كبير الآن، وما زلنا دولة مركزية. الدولة لا تبسط نفوذها بشكل كامل على كل مكان في اليمن، هناك حروب وهناك نزاعات وهناك اعتداء على خدمات وكذا في اكثر محافظة في اكثر مكان. كيف لو اننا قمنا وزعنا هذه السلطة الهشة الضعيفة في مستويات أدنى؟ هناك محافظات خارج السيطرة. وفيما يتعلق بالقضايا محل التباين والاختلاف، في مؤتمر الحوار الوطني أشار أن بعضا من نصوص التقارير تتضمن مواد تتعارض مع مصفوفة المبادرة الخليجية كتقرير المصالحة الوطنية. فيما يخص موضوع العزل السياسي، ذي أثرت موضوع العزل السياسي وكان له حصانة وكذا، أنا أؤكد أنه هذه عبارة عن وسائل ضغط على المؤتمر الشعبي العام للتأثير على مواقفه في قضايا أخرى، يعني بالتأكيد، لأنه في الأساس لا يمكن أن تمر على الإطلاق هذه القضايا بحكم أنه تحكم مؤتمر الحوار الوطني مرجعيات كانوا الحصانة، كانوا صادقوا وشاركوا عليه الجميع في صياغته، وهو جزء وركن رئيسي في التسوية السياسية. بالإضافة إلى أن العزل السياسي أيضا يتقاطع تماما مع أحكام المبادرة الخارجية وآلية وقرارات مجلس الأمن، فهي وسائل ضغط وإثارة الرأي العام وتوجيه رسائل للمؤتمر لتقديم تنازلات في قضايا أخرى.